الجيل الجديد اللي غادي باش غيعرفوا اعجابهم نتوما، يعني لا لا بقاو بحال يعني مثلا بحال هكا انسان كيمشي يمشي جوجل يشوف شكون هو مصطفى الشاب مثلا. مي الجيل ديالنا حنا زعما مع ذكريات زوينه، يعني راك تعرف الولادين راه كاين تحمق على الوداد، راه حنا كنا كنشوفوا داكشي كان كاين اللي تيبكي ملي تخسر الوداد، يعني هذوك الناس فهمتي يعني راه جمهور الوداد ما كتسميه جمهور ديال داك الفريق، يعني راه تيحبها من القلب ديالو. وكتعرف بان راه لا كوب دافريك سي غراس على الجمهور ديال الوداد، ديال الوداد هما اللي كير الجمهور اللي تيرجع ليه، زينو الجمهور ديال الوداد هو اللي تي يرجع لي الفضل في هذا الفوز هذا 100%. ملي كنت صغير انا كنت كنلعب مزيان في ميليو تيرا، كانت عندي 10 سنين 11 عام، وكنا كنلعبوا حنا الاولين قبل ما يجيو عندي الاخ ديالي كبر مني جوج اخوان الناس محمد عبد الغني، كان عندهم فريق ديالهم كيلعبوا بيناتهم لا بليبار، ولكن حنا خصنا نلعبوا خصنا نفيقوا بكري خصنا نلعبوا حنا الاولين بحال مقابل الافتتاح. ملي تلعبوا كيجيو هذوك الدراري الكبار اللي كبر منا ب 4 سنين 5 سنين، حنا دابا ملي عندنا 10 سنين وما عندهم 14 15 عام 16 عام حتى 17 عام كاين اللي كثر. المهم كيف كتبدا من ديك 14 15 على حسب القامة ديال اللاعبين، دائما ما عندهمش غارديان، دائما انا خصني نكون مع دوك الكبار كنقول لهم نحبس لكم، وليت تنحبس لهم وليت تنحبس مزيان، ولاو تيضربوا عليا الفراق جوج دابا غير تنسالي تيقول لي انت غتحبس ليا انت غتحبس ليا فهمتي. دونك يعني ولا اقبال، دونك من بعد ولا تيقول لي خص تمشي شي فريق، يعني تمشي شي فريق انت حارس مزيان يعني باقي صغير. مشيت واحد العام مشيت كانت عندي 14 عام مشيت للرجاء البيضاوي، مشيت داك النهار كانت الشتاء وتيران خاوي وانا رجع صافي مابقيتش مع بعيد بزاف، ما عام عاد مشيت للوداد، مشيت للوداد دوزت ان تيست، واللي دوزنا التيست ديك الساعه كان عزمي كان في ليكيب بريمير، وكان طلبوا داك مسيو الصوفي قال لي عافاك شوف لي هاد لي غارديان، صافي هو يجي ودرنا ان تيست لي غارديان من مينيم حتى الجينيور، كانوا في الاول السنه مشي شي يعزلوا الكوال، ودار لي ان تيست وكنت وكانوا قالوا لي جيب غادي تسيني ديك الساعه كاد. اولا كانت قلت الامكانيات حقا، لان كنت كنسكن في رجنوار، كنت كنمشي حتى لتيران الوداد ديالي يعني، وما كانش امكانيات ديال الترونسبور تسال في الطوبيس تمشي على رجليك مره عندك فلوس، ولكن كان الهدف ديالي هو كان توصل، لان بديت كتقول بديت، وحتى المدربين اللي كانوا عندنا كانوا كيشجعوك كيقول لك هادشي كلشي غادي تنساه، تيقول لك غادي تلعب وغادي تولي تخلص وغدير طوموبيله، كانوا كيشجعوك بحال يعني كيخليوك داك الحلم ديال قريب. دونك ملي تتولي ملي تيقولوا لك بحال هكا يعني تتولي تقول، وتتشوف واحد الانسان اللي كيلعب مثلا كداك الوقت كان زاكي كيلعب في الوداد، تتشوف زاكي كيلعب في ليكيب بريمير وتيعجبك وداكشي تقول بغيت نولي بحالو، هذا هو الهدف اللي تي. وكما كتعرف بان الوداد كان معروفه بالحراس، يعني كتشوف زاكي وحده عزمي، ولكن ما تتقولش بان راه كاين زاكي وعاد عزمي وعاد الا طلع نهار نطلع انا غادي نكون انا وخصني نبقى نتسنى انا كل واحد فهمتي. المهم كتركز على طلع ليكيب بريمير، وكان باقي العقل كنت جينيور مشينا لعبنا كنا كنلعبوا العقلتي لو فيدريدو، يعني الجينيور تيلعبوا قبل من ليكيب بريمير، وكنا لعبنا مع سيدي قاسم تما، وملي كنا كنمشيو وكنجيو مع ليكيب بريمير في الكار، عزمي اول مره كيشوفني لعبت في جينيور فهمتي، وكان تفرج حيت كنا حنا بدينا بكري بزاف وتفرج فيهم، هو يجي عندي ويقول لي راه عجبتيني انت راه عرفتي اش غادي دير دابا، ما تقولش لي ما تقولش الناس راه غتلعب في الوداد، خصك تقول الناس انا بغيت نحيد البلاصه لعزمي، هذا هو النصيحه اللي كان قال لي حيت ماشي غير بغيتي تلعب في الوداد خصك تحيد لي بلاصتي، وحقا ما عمرني حيدت لي بلاصتي، ولكن جات ظروف اللي مشى هو يعني، ولكن شوف هو النصيحه ديال ما ماشي تقول غنلعب لا، خص تكون كما كنقول لا كومبيتيسيون زعما شريفه يعني منافسه شريفه، يعني باش تكون حسن مني خصك تخدم، وهذا هو الميساج اللي بغى يعطيني عزمي.
كان جوج الانواع ديال الجمهور. كان النوع الاول ديال الجمهور اللي كان كيدير في الثقه لان كان كيتبعوني في ليكيب ناسيونال جونيور واولمبيك، وكان الجمهور الثاني اللي كان كيقول راه ما عندوش تجربه لان كاس افريقيا سي نورمال، فهمتي؟ واحد الانسان ما عندوش تجربه وكتعرف داك الوقت، والافريق راه ماشي بحال الافريق ديال دابا، يعني الافريق كانت صعيبه فهمتي. ولكن ملي باقي نعقل الماتش ديال الكارت فينال ضد الفريق الزامبي، صافي من تما يعني توضعت الثقه بالنسبه للجمهور، يعني عرفوا بان يعني التجربه بدات كتجي وبدات الثقه في النفس جات. ما عرفتش بالضبط يعني هي مده طويله تقريبا 25 سنه، من 92 2002 2012 يا 25 سنه. على ما كنت انا جيت الامريكاني يعني دائما الوداد عنده اوضاع، مكتب كيتغير، لاعبين كيجيو جداد، يمكن اللاعبين اللي كانوا كيتعتمد عليهم في الاول يعني ماشي لاعبين ديال كاس افريقيا، يعني حتى هاد اللاعبين دابا حقا يعني كما شفتي الوداد تاكتيك اكثر من تكنيك، اكثر من يعني كان تاكتيك ديال العموته، يعني الطريقه باش جابوا لا كوب دافريكا ديك هي الطريقه باش خصك بهاد الامكانيات اللي عندك. المده كما قلت لك راه هي عرفتش تسير، المكتب كيتبدل، ما الجمهور دائما كيبقى الجمهور هو الجمهور ديما الوداد، الجمهور ديالها راه من 1992 حتى لدابا راه نفس، يعني بالعكس كيتحسن وكيتزادوا الامكانيات ديال الجمهور الوداد. بالنسبه الى بغينا نقارنوا بين الكره في امريكا وفي المغرب، حنا في المغرب عندنا امكانيات بشريه ولكن ما عندناش امكانيات ماديه، ماشي تنشوفوا فرق الوداد ولا تنشوفوا الكره تنشوفوا يعني العامه. امريكا ما عندهمش امكانيات بشريه ولكن عندهم امكانيات ماديه، يعني كتشوف الملاعب فين ما مشيتي، انا تنسكن في مدينه صغيره في سته الملاعب كبار خاوين ديما خاوين غازون. ولكن بالنسبه اللي بغيت تقارن خاص تقارن اللاعب مثلا المغربي مع اللاعب المغربي، يعني عنده تقنيات يعني مولوده معاه فهمتي، لان واخا ما بقيناش كنشوفوا داكشي ديال بكري لان الدراري ما بقوش كيلعبوا في الزنقه وداكشي، ولكن كومام يعني حتى امريكا عندها بزاف الرياضات، كره القدم دابا كيلعبوها يعني، ولكن مثلا دابا في امريكا 27 مليون واحد تيلعب كره القدم، يعني قريبه لا بوبولاسيون ديالها، ولكن راه فيها اناث وفيها رجال. دونك كره القدم ماشي هذيك 27 مليون يعني ماشي كلهم باغيين يوليو لاعبين محترفين، يعني كاين اللي غير ولدوك باش يتسلى كيلعب كره القدم، بنتو تتسلى بغات كره القدم، ولكن عندهم لي شامبيونا، عندهم لي كلوب بروفيسيونيل اللي يعني اللي كاينين شي وحدين اللي عندهم اهداف، تتلقى دري لابس التوني ديال ميسي ولا ديال رونالدو، هذوك الناس باغيين يوصلوا، باغي يلعب في الكوليج، باغي يلعب في بروفيسيونيل. دونك كاين هذيك ولكن هذيك الفئه قليله، يعني ماشي واخا قليله كوميم كثر، يعني العدد كثر من ديال المغرب. اولا حارس يعني اترونجي ما يقدرش يلعب في البطوله المغربيه هذه، ما كنضرش، ولكن لو كاينين حراس كيلعبوا في، انا كنت غادي نصيفط حارس للوداد، كان يعني كان غادي يلعب سيغ، مي عرفت بان ما يقدرش يحترف اترونجي، خصو يكون عنده يعني جنسيه مغربيه. مي العكس الحراس ديال المرمى المغاربه انتقلوا ولا بعض اللاعبين تيعرفوا، الا راني نقول لك واحد الكلمه ماشي زعما غادي نقول لك ما عندناش، حنا كما قلت لك انا عندنا امكانيات بشريه، الا راني نقول لك الحارس يمشي من المغرب ويلعب في امريكا يعني في الام ال اس ولا في الدوزيام ديفيزيون ما كنظنش يقدر يلعب. علاش؟ لان امريكا عندهم الكوال بزاف، حيت كلشي تيبغي يلعب كوال. الكره المغربيه شويه رجعت المكانه ديالها في افريقيا بالتاهيل ديال المنتخب الوطني المغربي بفوز الوداد وبفوز المحليين بكاس افريقيا التتويج الاخير، هذه
كيبين بان واخا ماشي يعني 100% بان الكره المغربيه بخير، ولكن على الاقل وجدت نفسها في افريقيا، وكما تنشوفوا غادي يولي تضرب لنا الف حساب مع الفرق الاخرى، كما يعني كما 20 عام هذه او 25 عام هذه. اللي كنشوف انا وبزاف الناس كيفكروا البرتغال واسبانيا وما تيهضروش على ايران، دونك خاصنا نفكروا اي مقابله نفكروا لها، ما نفكروش دابا حنا على اسبانيا ولا البرتغال، ولكن خاصنا نفكروا المقابله الاولى اشنا هي، دونك خاصنا 3 بوين، وديك الساعه كنفكروا المقابله الثانيه. انا كنتمنى يعني يتلعبوا مقابله تحبيه اللي لنفس الطريقة اللي كتلعب بها إيران، ونفس الطريقة اللي كتلعب بها البرتغال، ونفس الطريقة اللي كتلعب بها إسبانيا. هذا مهم جدا، لأن خصهم يديروا بزاف المقابلات حبية، لأن خاك هاد اللاعبين ما تيلعبوش من مدة طويلة في مجموعين. أنا عندي الثقة في المدرب يعني المدرب اللي تتعجبني هو لا ديسيبلين اللي عنده، يعني ما عندوش فودات ولا هذا، كيبشر بالخير، ولكن خاص لا فيدراسيون يشدوا لهم بزاف المقابلات، يعني مثلا ايران يشدوا لهم مقابلات في اسيا، مثلا يشدوا لهم فرق اوروبيه اللي تتلعب بحال الاسبان، بحال حتى كاين بعض الفرق اللي في السود امريك يعني كيلعبوا بحال اسبانيا وبحال البرتغال، يعني خصنا نركزوا على القضيه هذه. بالنسبه لي انا تنعيش في امريكا، يعني ما غادي لك الا غنقول لك حنا غنقدروا نضموا كاس العالم احسن من امريكا، ما كنظنش غادي ما، ولكن ما تيعطيوهاش يعني حيت امريكا عندهم امكانيات او روسيا عندهم امكانيات، يعني كيجي واحد الدور ديال واحد البلاد. حنا المغرب كان خصنا نضموا في 2010، ولكن كانت كوريبسيون كما شفتي. كنظن بان الفيفا خصها تتعاطف مع المغرب، يعني ما كنظنش ان امريكا يعني الراي العام في امريكا ما كنظنش بان يعني خصهم ينظموا كاس العالم. هذه لا فيدراسيون ديال امريكا كتقدم بحال بزنس، حتى مثلا في الاواخر رشحوا مدينه بوسطن باش ترشح للالعاب الاولمبيه، ولكن الناس رفضوا ما بغاوش الالعاب الاولمبيه، لان كتخلق لهم سيركيلاسيون، كتخلق لهم، لان كتعرف في البلاد عامره زعما. دونك بالنسبه للراي العام في امريكا ما عندهمش هاد، ماشي يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تخلع المغرب، غير هو خصنا نخدموا على شي حوايج. مثلا بحال كاس العالم ماشي غير التيرانات، كاس العالم راه سبيطارات، ليرجونس، كومونيكاسيون، ترونسبور، بزاف الحوايج اللي فهمتي اللي وراء الكواليس. حنا المغاربه واعرين في التنظيم، كنعترف بان المغرب كينظم مزيان، يعني التنظيم 100%، ولكن هذا كاس العالم بحال الالعاب الاولمبيه، يعني راه تيجيوك الناس بزاف من جميع انحاء العالم، ولكن خاصنا نخدموا. مثلا دابا انت لاعبين انجلترا مع المانيا هنا في الدار البيضاء، الهوليغانز تلاقاو مع لي زالمون، اش كظن انت بنو رشد غادي يشد الناس مضروبين؟ ما هذا فكره غلطه، يعني حد الان ما كاينش شي واحد اللي عنده يعني لي كاليتي ديال البروفيسيونال ديال لوروب.